أنا أبو زهير من ديريك. نحن ما بدنا احتلال الظلام العثمانيين، بدنا حريتنا وإنسانيتنا وخلاقيتنا، بدنا إنسانية، ما بدنا الاحتلال، ما بدنا العصم الدولة العثمانية، بدنا نكون مرتاحين وخاصين هالبلد البلد. سلام. از دیمنش بازار درکه ما اف احتلال سر عفرینه ام سر کفتن از عفرینه را تخوازه و عاصم عفرینه را و ما حما و سر کفتن عفرینه را دوی هکا اجدان و دمیل ما هدن امپیره نه ام مالا خواه ناری ام رشد سلحاق و ام تکا عفرینه اردوغان سر ناکد ابنا خودی بسر ناکده حول خودی و نوکب عزدا وقتی ما گو یا خودی یا الله دل ساتی خودی تعالی جی هزاری نه اردوغان بمری انشالله سر ناکده انا موسى ابراهيم الموسى من اهل منطقه ديريك ندين هذه العمليه عمليه الاحتلال التركي لمناطق عفرين وشمال سوريا ونتمنى لشعبنا في عفرين وشمال سوريا بالانتصار على الحكومه العثمانيه الأردوغانية وسوف ننتصر في عفرين وشمال عفرين وكافة سوريا. عزبي هجومات سير عفرين نعلنتكم نعلنت تركاتكم انه دولتا تركي مسوت شد خواج عفرين وعم سر كفتني احلي عفرين رد خوازن وعم حمو تفدب عفرين رنا حتى نقطة خونا ما يعني.